مشروع المسار الثاني لطريق تكريت كركوك بمرحلتين، المرحلة الأولى 26 كيلومتر ونصف، تمتد من فلكة المدخل الشرقي لمدينة تكريت باتجاه سيطرة الخليفة. هذا المشروع بأعمال التبليط انتهت بالكامل، هنالك أعمال ملحقة لأكتاف الطريق وتخطيط الطريق والعلامات المرورية. يضاف إلى ذلك المرحلة الثانية اللي بشر العمل فيها قبل فترة ليست بالبعيدة، هي تمتد من سيطرة الخليفة باتجاه نهاية الحدود الإدارية لمحافظة صلاح الدين ضمن منطقة تلال حمرين. هذه المنطقة اللي تتسم بالوعورة واللي تحتاج الكثير من أعمال الدفن للأودية الموجودة والإضافة إلى القناطر في هذه المنطقة، نسبة العمل فيها تقريبا 30%. المحافظة تؤكد على أهمية إنجاز المشروع بأسرع وقت للحفاظ على المواطنين السالكين لهذا الطريق المهم والحيوي بين محافظة صلاح الدين ومحافظة كركوك اللي يربط المحافظات إقليم كردستان أيضا وبقية المحافظات العراقية. الدكتور عمر الشنداح، قام مقام قضاء تكريت.